حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. من جديد نذهب وإياكم إلى دير الزور في سوريا، حيث يتلاقى الفرات مع قلوب أحبائه. فكيف إذا التقى الفرات وقلب شاعر محب للإنسانية والجمال ومحب للحب ذاته؟ نرحب بالأصالة عني وبالنيابة عن السادة المشاهدين بالشاعر السوري حسين العبد الله من دير الزور. أهلا وسهلا بك حبيبنا أستاذ مصطفى، بارك الله فيك. سعيد جدا أن أعود أيضا إلى ظل هذه الزيتونة الجميلة مرة أخرى، وأن أكون في قناة الرافدين الغالية أيضا علينا. نحن أكثر سعادة بك المشاهدين جميعا. نحن أكثر سعادة بك وبعودة الزيتون وبعودة هذه النفحات السورية الديرية، النفحات الفراتية الجميلة. قبل أن نذهب إلى أي موضوع، إلى أي سؤال، إلى أي نقاش، ندلف إلى قصيدة، ما المفتتح؟ والله دائما أنا أفتتح بفراتنا ومدينتي التي يكون لها أكيد الحصة الأكبر من الشوق والحنين. نعم. وأقول: أولست مثلي للقاء تشتاق، فكفى بربك يا فرات فراق. أولست مثلي للقاء تشتاق، فكفى بربك يا فرات فراق. هجرت غصبا عن ضفافك يا دمي، يا ليت نحوك بالقيود أساق. الله. وسمعت صوتك يا فرات يصيح بي خذ حفنة، فلربما تشتاق. أولست دمعي يا فرات، أولست دمعي يا فرات، فلا تخف سأصب دمعا كلما أشتاق. فأنا وأنت العاشقان، وحسبنا مني ومنك تعلم العشاق. من لم يذق طعم الفرات يلومني في حبه، من لم يذق طعم الفرات يلومني في حبه، ما لامني من ذاق. كنا رفاقا عند جفنك نلتقي، واليوم مالي يا فرات رفاق. من لم يذق طعم الفرات يلومني في حبه، ما لامني من ذاق. كنا رفاقا عند جفنك نلتقي، واليوم مالي يا فرات رفاق. حطب على جمر القصائد، حطب على جمر السطور قصائدي، وبك استغاثت هذه الأوراق، وبك استغاثت هذه الأوراق. فمن علي بشربة أطفئ بها نارا تلظت كازها الأشواق. حطب على جمر السطور قصائدي، وبك استغاثت هذه الأوراق. فمن علي بشربة أطفئ بها نارا تلظت كازها الأشواق. كيف سيمنن الفرات، أو كيف سيمن الفرات على أبنائه بشربة؟ والله يا صديقي، الفرات أنا أراه في كل وجه إنسان محب في هذا العالم، لأن الفرات سقانا الحب، علمنا الخير، علمنا الطيب. عندما رأى أي إنسان أشعر أنه هو خليلي وشقيقي من الفرات، أي إنسان أرى في قلبه الطيب والحب، إن كان هنا في المهجر أو إن كان في أي مكان. والفرات اليوم جميعنا نحن إليه ولا شك، وأنا وأهلي وأنتم. من لم يزر الفرات، أرى هناك أناس الآن تشتاق للفرات وتحبه، من ربما من طيبة أهلي، ولا أتكلم عن نفسه، ولكن الحمد لله كان منا رسل كثيرون انتشروا في هذه الأرض، نقلوا عن الفرات أيضا الكثير، أن هذا النهر وهذه المدينة الوادعة الجميلة التي كانت ولا تزال مهمشة، هناك من أهلها الكثير من أهل الأدب والثقافة والعلم والنور. عن دير الزور نتكلم. نعم، عن دير الزور أتكلم، عن مدينتي. طيب، حينما نتحدث عن فكرة مصافحة هذا الفرات مجازيا، فإنه مسموح للشعراء أن يشرقوا ويغربوا حنينا وحبا كما يحلو لهم، لكن ما الذي ينقص أهل الفرات وكل من يحب هذه الصورة الجميلة، هذه المدينة، ما الذي ينقصهم واقعا حتى يصافحوه من جديد؟ والله ينقصنا يا صديقي أن تعود قلوبنا متآلفة. نعم، هذا أهم شيء. عندما نرى الحروب حتى الإلكترونية اليوم، أنا لا أبحث عن الفرات فيها فلا أجده، لأننا هذا الشتات الذي نعيشه، شتات الواقع وشتات الإلكتروني، أكاد أراه أشد بكثير من الواقع اليوم. وهي دعوة عبر القناة، لست أهلا أن أوجهها، لأن هناك من هو
أولى مني بتوجيهها، ولكني دائما أكررها، ألفة القلوب، وحدتنا. دائما أقول الشقاق الذي بيننا هو الشرخ الأعظم الذي يدخل منه أعداء هذه الأمة بشكل عام، أيا كان هذا العدو. فأنا دائما أقول الألفة والمحبة والطيب، هذه الألفة أنا أينما رأيتها أعود وأقول هي هذا الفرات الذي كنا نجتمع على ضفافه لنتسامر ونشرب من ماء ينبع من الجنة، هذا ما أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام. يعني على السيرة التي أنت فتحتها أستاذ حسين، تحدثت عن فكرة الحروب الإلكترونية، وأنا لا أعلم بالضبط إلى ماذا ترمي أو على ماذا تريد أن تشير أو أن تضيء في هذه الجزئية بالذات، ولكن أذكر أن أحدهم يوما قال: نحن بارعون بصناعة الأعداء، نحن كعرب بشكل عام، وقلما نسعى إلى صناعة الأصدقاء. باعتقادك أين المشكلة، وكيف يمكن الإحاطة فيما يتعلق بالظاهرة التي تفضلت بها، الحروب الإلكترونية؟ دعنا ننطلق من قاعدة هي قاعدة راسخة يجب أن تكون لدى الجميع. أننا كشعوب وكشعب عربي، والآن من بلدان شتى من الوطن العربي، نختلف بمشاربنا ومفاهيمنا وآرائنا وعقائدنا حتى ومذاهبنا. هذا الخلاف يجب أن نكون على قناعة أنه سيظهر إلكترونيا، يعني عندما نتكلم عن الفيسبوك كمشهد الآن يظهر عليه الناس ويتلاقون، فيجب أن أكون أنا وأنا داخل إلى هذا المشهد الإلكتروني لدي قناعة أن هناك من يختلف معي بالرأي. طرح الرأي المخالف هنا يأتي دوري، ربما لا أتقبل الرأي الآخر، ولكن عندما أريد طرح رأيي أنا يجب أن أبحث عن الآلية والمنهج والإطار الذي أطرح به هذا الرأي، اللغة وكيف السامية، اللغة السامية، كيف أناقش الآخر. وللأسف هناك شيء أرى أن دعني أقول البعض من حولي أجده لا يتقنه، لأن هذا الفيسبوك ننسى أن هناك من حايا أخي. أنا ربما أضع شيء في حالة ما، وإذا رجعت نفسي بعد دقائق، ربما بعد ساعة، بعد يوم، أعود إلى هذا الشيء وأمسحه. إن لم يروق لغيري حتى وإن كان لا يزال يروق لي، يعني ربما أجد فيه شيء أنا محق فيه، ولكن لا بأس عندما أرى من يختلف معي وأرى أن هذا أثار شيء من الضغينة والأشياء الأخرى، فلا بأس أن أعود إلى نفسي. يعني هي وأراجع دعوة نفسي. دعوة لأن يعاتب الإنسان ذاته، يعني أنا دائما في مراجعة مع نفسي، وكلنا خطاؤون، هذا شيء أحسنت واقع كلنا. يعني أكيد. إلى قصيدة جديدة من خلالها نذهب أنا وأنت إلى موضوع مختلف. والله قصيدة ردائي التي كتبتها في حب ومدح النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، أود أن أهديها لقناة الرافدين، أنا المسجلة في أي قناة من قبل. نحن نتشرف، تفضل. الله يبارك فيكم سيدي. من بعد الصلاة والسلام عليه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أقول: أنا والشعر بتنا الليل أسرى بمن ليلا به الرحمن أسرى، وما أدري وطيفك قد أتاني أشفعا كان أم صليت وترا، مهيب شامخ لكن فيه حنانا كان في أمي وبشرى، وجاءت تحتسي من كاس شعري سعاد، فقلت لا أسقيك خمرا، حروفي يا سعاد اليوم شهد، فإني للنبي نذرت شعرا. سألت البدر يقرضني سناه لأجعل للقريض سناه حبرا، وإذ بالشمس نحوي قد تدلت تسابق يا حبيب إليك بدرا، وحين كتبت أحمد فوق سطري يراعي إذ تجلى الاسم خرا، وحين رفعت عن سطري يراعي بكى كالجذع سطري، قلت صبرا. بعثت وطال قبل البعث ليل فمرحى بالذي قد جاء فجرا، ومذ أرسلت ما غابت شموس فشمس في السماء وأنت أخرى، ربيعا صار وجه الأرض طلقا وقبل محمد قد كان قفرا، كأن الأرض عطشا قبل طاها وصب الله من كفيه نهرا. الله. كأن الأرض عطشا قبل طاها وصب الله من كفيه نهرا، أتيت معلما وإلى جنان رسمت محجة بيضاء غرة، وأعظم عورة في الناس جهل وجاء محمد للناس سترا، وأعظم عورة في الناس جهل وجاء محمد للناس سترا، ولو أنا دخلنا غار إقرأ لما كنا دخلنا اليوم جحرا، ولولا أن تفرقنا لفزنا كفوز سراقة بسوار كسرى، كتمت الهم في قلبي سنينا
كتمت الهم في قلبي سنينا وباح الشيب ما أبقاه سرا، هي الأيام جزر ثم مد، وكم حسب الأنام الخيرا شرا، وكم قصمت صروف الدهر ظهرا، وشاء الله بعد العسر يسرا، وكم خل مددت له يميني وحين احتجت يمناه تبرى. فيا من جئت طيفا جد بوصل، جراحي كلها بالوصل تبرى، وشطرك عاشقا يممت قلبي فرفقا لا يطيق القلب شطرا. وشطرك عاشقا يممت قلبي فرفقا لا يطيق القلب شطرا، وأسري فيك أرجو فيه خلدا لقيد الحب لست أطيق كسرا. حبيب الله شعري كان مزجا، ولكن فيك صار الشعر تبرا، بمدحك ما بنيت بيوت شعر أشيد عند عرش الله قصرا. بمدحك ما بنيت بيوت شعر أشيد عند عرش الله قصرا. محمد في اللسان تفوح مسكا، وفي القرطاس تكسو الحرف درا، عسى الرحمن يجعلها ردائي حروفي فيك يوم الناس تعرى. عسى الرحمن يجعلها ردائي حروفي فيك يوم الناس تعرى. لابد من استراحة الآن، لابد من استراحة من خلالها نستمع إلى قصيدة لأحد الشعراء نروح فيها أنا وأنت عن أنفسنا إلى جانب السادة المشاهدين. نعم، إذن مشاهدينا إلى الفقرة الاعتيادية التي اعتدنا أن نطرحها أمام أنظاركم وأسماعكم في مثل هذا العدد من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد، إلى فقرة قصيدة للوطن. نتابع القصيدة ومن ثم نعود لنكمل مع الشاعر الفراتي الجميل السيد حسين العبد الله من سوريا. ابقوا معنا. سأقرأ قصيدة عن الموصل. حدباء لا تقنطي، إني أرى القصبا، لم يصبح الناي لولا أنه ثقبا، ما زلت عبر دخان الحرب فاتنة ودجلة دمعة في خدك انسكبا، تريق فضتها الأقمار فيك دجا وتسكب الشمس في أسحارك الذهبا، والشمس وجهك إن أسفرت لاح ضحا، وإن وضعت حجابا فالضحى احتجبا، حتى استرابت به شمس النهار ولم يعلم ضحاها لأي منكما انتسبا. أخت الجنوب على جوع يقاسمها نخيله في الخطوب الظل والرطبا، بيت القصيد له يهتز إن تليت قصيدة الشرق من أصغى لها طربا، كأن أيسرها شطر وأيمنها شطر، بدجلة لا بالحبر قد كتبا، والجسر والناس ما تنفك تعبره كوقفة بين شطريها قد انتصبا. كنا على الجسر نبكي واقفين ربا، واليوم نبكي على جسر هوى وربا. تجعد الأفق والسرو انحنى هرما، ولم يعد دجلة كالأمس مصطخبا، ما باله سار كالأعمى تؤنبه غرقاه، يذهل عن عشب وريح صبا، خريره كركرات الطفل كيف غدا سعال شيخ مسن يكتم الوصبا، ما بال سورك قد أضحى تسوره رهان طفلين قرب السور قد لعبا، وكم رماح رمته أمس فانكسرت، وكم جواد أتاه جامحا فكبا، أدري المنارة أضحت بعد عزتها وليمة الدود، أدري المسجد انتهبا.
الله أعزائنا المشاهدين، ولا نزال مستمرين معكم في رحاب هذا العدد الجميل من بيت القصيد مجددا مع الشاعر السوري الديري إن صح التعبير وجازة التسمية الأستاذ حسين العبد الله. إلى الشعر من جديد قبل أن نذهب إلى موضوع. الله يبارك فيك. والله أنا دائما كما تعرفني ربما، لأن من خلال لقاءاتنا وصحبتنا الطويلة أكيد أنا أميل دائما إلى الشعر الوجداني الذي يلامس القلوب ويخاطب الناس ويكون لسان حالهم. ولا شك كلنا كشعراء نحاول أن نوجه رسالة دائما خلال هذا الشعر، هو نافذتنا إلى الناس. ربما نأخذ من معاناتهم ونعود لنكون نحن لسانهم الناطق بهذه المعاناة أحيانا، أو حتى بالحب والجمال نمتص معاناتهم فنعيدها إليهم وجبة دسمة من الأمل. وأنا دائما والحمد لله نشأت على حب الوالدين وبر الوالدين، فدائما ما أكرر الكتابة لأمي، وهناك من سماني شاعر الأم من كثرة ما أكتب لها، مع أنني لا أنشر إلا جزءا بسيطا مما أكتب لها. فعاتبني البعض أنني لا أكتب للوالد رحمة الله عليه أو للأب يعني بشكل عام، فراجعت نفسي أن هناك كان بعض القصائد فكتبت شيء من قريب للأب بشكل عام، وهي لوالدي أيضا رحمه الله. أقول فيها: لو أمطرت ذهبا من بعد ما ذهب لا شيء يعدل في هذا الوجود يا أب. لو أمطرت ذهبا من بعد ما ذهب لا شيء يعدل في هذا الوجود أبا، يا ليتني ما تركت الموت يسبقني، لكنه قدر غالبته غلب. ما زال في جبهتي من عطر قبلته، ما زال يطعمني التفاح والعنب، ما زلت في حجره طفلا يلاعبني، تزداد بسمته لي كلما تعب. لم يحني ظهر أبي، لم يحني ظهر أبي ما كان يحمله، لكن ليحملني من أجلي انحدب. وكنت أحجب في نفسي مطالبها، فكان يكشف عما أشتهي الحجب. أخفو وأمنيتي سر ينام معي، أصحو وإذ بأبي ما رمت قد جلب. كفاه غيم، وما غيم ككف أبي، لم أطلب الغيث إلا منهما. انسكب يا ليتني خاتم في خنصر، وكما قد شئت يا أبتي قلبته انقلبا. وأنا عنونت القصيدة بيا ليتني خاتم. يا ليتني خاتم في خنصر، وكما قد شئت يا أبتي قلبته انقلبا. يا ليتني الأرض تمشي فوقها، فأرى من تحت نعلك أني أبلغ الشهب. يا ليتني الأرض تمشي فوقها، فأرى من تحت نعلك أني أبلغ الشهب. مهما كتبت به شعرا، فإن أبي في القدر فوق الذي في الشعر قد كتب. يا من لديك أب أهملت طاعته، لا تنتظر طاعة إن صرت أنت أبا. يا من لديك أب أهملت طاعته، لا تنتظر طاعة إن صرت أنت أبا. فالبر قرض إذا أقرضته لأب يوفيكه ولد، والبر ما ذهب. لا تنتظر موته صل في الحياة أبا، لا ينفع الدم فوق القبر إن سكب. والوطن أب أيضا، أليس كذلك؟ الوطن أب، نعم الوطن أب وأم وجد، والحضن الذي نشتاق إليه ولا شك. هل تبقى من الوطن شيء؟ تبقى من الوطن نحن المخلصون لهذا الوطن. كل إنسان في الداخل وفي الخارج مخلص لتراب وطنه، مخلص لوطن أعطانا الكثير. أرى أن العبء علينا كبير جدا، وخاصة نحن الذين هاجرنا. مما تبقى من الوطن أن نتمسك بزرعه في أولادنا. هناك من أولادنا ومن الأجيال من ينشأ اليوم بعيدا عن وطنه، لا يراه ولا يعرف شكله ولا حتى خارطته. هناك عبء على الآباء والأمهات أن نسقيهم حب هذا الوطن، أن نعلمهم ما هو هذا الوطن. لم نهجر الوطن لنهجره، هجرناه مجبرين، ولكننا سنعود بإذن الله. وهذا واجب علينا كلنا أن نتفكر كيف نبني هذا الوطن من جديد. سوريا وغيرها من الأوطان مهما تدمرت لن تموت بإذن الله.
قد يسأل سائل أستاذ حسين، هذا الوطن يختلف من تفسيره أو رسمه، نعم يختلف بتفسيره أو برسمه من شاعر إلى آخر، لكنهم في النهاية يتفقون على أنه وطن. نعم. هذا الوطن باعتقادك ما الذي ينقص الشاعر حتى يكون صاحب رسالة في هذا الزمن بصراحة؟ والله لو انطلقنا من مسمى شاعر ترجمتها واضحة، أنك إنسان تشعر بالآخر وبكل شيء ليس فقط بالإنسان. ما يقرأه الشاعر من 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 وردة ربما هناك الكثيرون يمرون بها ولا يعبؤون بها. نعم. أنت تدخل في 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 داخل الإنسان، في كيانه، فتقرأ ما تقرأ. وأنا دائما أقول الشاعر هو الذي يرى ما لا يراه الناس، ولكن إذا كتب الشعر رأوا جميعا ما رآه. نعم. هذا واجبه. فالشاعر اليوم الذي شخصيا أقول دعني من أسميه شاعر هو فعلا من أراه يتفاعل مع الآخر، يتفاعل مع حال المجتمع، حال الأمة، حال الإنسان بشكل عام، ويتقمص هذه الحالات على مختلفها يعني، وينقلها من خلال حروفه وقصائده. أحيانا ولا شك هناك شاعر يجلس مع ذاته، هناك من الشعر ما يكون لذاتنا ولذواتنا بشكل عام، وهذا ما لا شك فيه. ولكن أتكلم دائما عن قضية شاعر، أنت إنسان يشعر بداية بالشيء ثم تترجمه إلى حروف وقصائد، هذه القصائد يجب أن تحمل مرادا ما يصل إلى الناس. لكن ما تفضلت به أعتقد أنه مبادئ يعني يؤمن بها جل الشعراء إن لم يكن كلهم، هذا ما لا شك فيه، هذا ما أظنه، لكن ربما يكون الاختلاف أو التميز ببعض الأدوات من أجل الوصول إلى هذه، من أجل تحقيق هذه الأهداف والتشبث بهذه المبادئ. قبل أن نذهب إلى قصيدة جديدة سيد حسين، لابد أن نخرج إلى فاصل قصير، بعده نواصل أعزائنا المشاهدين لهذا الفاصل ومن ثم نعود، لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا. يرجى من مشاهدي قناة رافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر سهيل سات وفق التردد الجديد 1730 أفقي، إضافة إلى التردد الحالي على القمر نايل سات 12380 أفقي. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، ولا نزال برفقة هذا الصدى الفراتي شاعر حسين العبد الله من سوريا مدينة دير الزور. قبل الذهاب إلى قصيدة جديدة أستاذ حسين، قلت في يعني مستهل حديثك أن الأب العربي السوري، الأب المتشبث بقضية، يورث أبناءه ويعرفهم أن لهم حقا، أن لهم وطنا، لكن ربما يجنح بعض المشاغبين إلى سؤال مختلف ويقولون أليس حريا بنا أيضا مثلما نعلم أبناءنا أو نعرفهم على أوطانهم أن نعرفهم أيضا على من ظلموهم كي لا يسقط حق بالتقادم؟ رؤيتك في هذا الموضوع؟ والله أنا أرى أن هذا الشيء هو أصلا حاصل بطبيعة الحال. نعم. لأن ابني عندما يسألني لماذا أنا هنا ولست هناك، فالجواب قائم يعني، نحن لو لم نتعرض إلى الظلم والقهر لم نخرج من أوطاننا وبلداننا، لماذا أنا هنا في تركيا؟ أنا ليس لي أي مصلحة في تركيا التي الحمد لله استضافتني، يعني أتيت إلى هنا مهجرا. نعم. مجبرا، وتنقلنا في عدة دول صراحة، ومن قبل هذا كنا نازحين في أكثر من مدينة. فابني الذي هناك من أولادي من هو في العشرين اليوم من عمره، من وعى هذه المعاناة أصلا وعاشها بتفاصيلها، وهناك من لم يعي منهم، ولكن ولا شك هو عندما يسأل اليوم لماذا أنا هنا، ولكن الحمد لله نحن نفهمهم هذا الشيء،
وأعود وأقول نفهمهم أن ما ننتصر به تما تفضلت الآن عن مسألة أدوات في الشعر، وهناك أدوات للنصر، هناك مقاتل وهناك محارب، وهناك علم وهناك وعي وهناك شيء نحتاجه، هناك محبة، هناك ألفة، كثير من الأشياء هي أدوات نصر يجب أن لا نتخلى عنها. الجهل مثلا لا يقهر الظلم، هذا من المحال. فأيضا عندما نربي أولادنا أن هناك أشياء كثيرة يجب أن نزرعها في نفوسهم، يجب أن يعلموها أن هذا الوطن كيف يعود لنا، لا يعود فقط بمهاترات وبشعارات وبأقوال رنانة وبصراخ، يعود بأشياء كثيرة. هذا ما يجب أن نفهمه لأولادنا بصراحة. حينما نعود إلى الشعر، قبل إلقاء الشعر نعود إلى الشعر ك لا أريد أن أتحدث هنا عن اختلاف مدارس، ولكن القيمة الفهمية عن أي نص في النهاية يكون مقصد الشعر منها الآخر. لكن هل تتفق معي أن هناك بعض القصائد يجب أن تكون قصائد تثقيفية، بمعنى أن تضيف إلى القارئ شيء، أن تضيف له معلومة، تضيف له مرادفة جديدة، تصحح له مفهوما خاطئا، تعينه أو تحفز لديه الرغبة بالمعرفة، ممكن أن يعطيه الشاعر طرف قصة فبعد قراءته للقصيدة يذهب حتى يتعرف على هذه القصة وتفاصيلها، أم أنك تراه بصورة تختلف عن هذا الطرح؟ على العكس، أنا أتفق تماما، وهذا لا أعتقد أن هناك شاعر يختلف مع هذا، أن عندما أقول الشعر رسالة، هنا نبحث ما هي الرسائل التي يريدها الشاعر من وراء شعره. الرسالة ليست واحدة، الرسالة ليست رسالة أوجهها فقط عن بر الأب وبر الأم، رسائلنا مختلفة متعددة متعددة، وهنا تأتي الاهتمامات الشخصية للشاعر. ربما أنا أهتم بباب وبابين وعشرة، وأبواب الشعر كثيرة. عندما نتكلم عن التاريخ، نحن وصلنا من تاريخنا الكثير من خلال الشعر، وصلنا الكثير من المعلومات اليوم، تصلنا حتى عن ثقافات مختلفة. ولكني أنا شخصيا مثلا لم أقرأ عن ثقافة اليونان مثلا والأدب اليوناني، ولا أرى شخصيا تماما، ولكن هناك شاعر يرى أن هذا شيء جميل وتبحر في هذه الثقافة وفي الأدب اليوناني، ويرى أن يضع إسقاطات ربما، ليس أن يتخصص في هذا المجال، ولكن من خلال شعره العربي ورسالة عامة يضع إسقاطات في شعره عن شيء من هنا وهناك، وهذا أكيد لا بأس به. هي اختلافات لكن دون إغراق يعني، ويجب أن يكون حتى هذا الاستيراد وهذا الإسقاط له هدف في النص، يعني ألا يأتي اعتباطا. هذا ما نقوله، القضية هي ألا تنسلخ من جلدك، وألا يكون هناك إقحام يعني لغاية انظروا إنني أنا مثقف. نعم، وكأنه يقول هكذا. نحن نتفق أن هناك في الشعر نظم، وكلنا نعرف هذا، لأغراض أحيانا تطلب من الشاعر، وهناك تثقيف وهناك تثاقف أيضا. جميل، نعم، هناك من يريد، أنا قلتها مع احترامنا للجميع، هناك من يكتب قصيدة لأعرف أنه قرأ الكثير من الكتب. هذا صراحة إنسان يعني يكابد حتى يكتب قصيدة. وفي النهاية أرى نفسي أنا شخصيا لا أرى فيها لا الشاعرية ولا الشيء الذي قد أهتم به يعني. نذهب إلى موضوع آخر فيما يتعلق بفلسفة العنوان. عنوان القصيدة، هناك من يقول يجب أن يكون مستنبطا من النص، هناك من يقول يجب أن يكون مستدلا عليه من الحالة الشعورية التي دخل بها الكاتب حينما كتب هذا النص، وهناك من يقول إشارة إلى فكرة النص. حسين العبد الله حينما يكتب عنوانا لقصيدة كيف يأتي العنوان؟ دعنا بداية نتفق أن عنوان القصائد ليس شيئا ملزما للشاعر بشكل عام، وهناك من يكتب، شعراءنا القدامى لم يعنوا قصائدهم. أحسنت. ربما نحن من وضع العناوين لهذه القصائد، وورثنا الكثير من الشعر ولم تكن له عناوين. ولكني صراحة كنت أتدارس هذا الأمر أنا مع نفسي، وجدت أن فعلا عنوانة القصيدة قد تسهل الإشارة لها ربما، أو حتى تناقلها. عندما أسميت قصيدتي مثلا للنبي عليه السلام ردائي، ردائي هي في آخر بيت من 30 بيت في القصيدة، ولكني اختصرت فعلا مرادي من هذه القصيدة، ذهبت إلى عنوان
ربما يجعل من يسمع هذا العنوان يقول ماذا تريد من ردائي وأنت تقول قصيدة للنبي عليه السلام. نعم. ولا أخفيك أنني أيضا كنت أهمس إلى شيء، كنا لأنه نتكلم عن عباءة النبي عليه السلام ووردت نعم. في الشعر كثيرا، وربما لحبيبنا مصطفى شيء عن عباءة النبي عليه السلام نعم. في قصيدة لك جميلة، فأنا قلت أخالف هذا الشيء عندما أقول ردائي أنا قد أيضا يوحي بشيء آخر. فالقصد أن أنا أرى أن من يضع عن عنوان القصيدة يجب أن وهو الشاعر بما هو كاتبها أن يكون له علاقة بالمضمون، يجب أن يكون فعلا من صلب القصيدة، ويجب نعم. أن ربما يختصر مراده منها، أو ربما يكون دعني أقولها ولا يفهمها أحد بطريقة خاطئة، خذ راحتك، أحيانا تكون تسويقية للقصيدة، وهذا أنا لا أرى فيه بأس أن تضع عنوان يجعل الآخر نعم لافتا وجاذبا ليقرأ أو ليستمع قصيدتك، وهذا بالعكس نحن بحاجة إلى مثل هذا النوع من نعم. العناوين نعم. لأننا في وسط وفي ظل واقع وفترة زمنية للأسف قلما تجد بها من يقرؤون، فنحن بحاجة إلى ترغيب الآخر بأن يقرأ قبل الذهاب إلى موضوع آخر، إلى قصيدة جديدة. الله يبارك فيك. سأقرأ من آخر ما كتبت، وكوننا كنا نتحدث عن الوطن. تفضل. لم يبقى عندي ما يضيع لأخسره، ضيعتهم وطني وعمري أكثره، والحلم لاذ بدفتري من خوفه، وأتى الزمان على السطور فبعثره. موج ومن ذا للغريق بحزنه، إن مر بالشط الحبيب وأنكره. الله الله. أحتاج مجدافين كفك هاتها، ودعاء أمي كي أعوم وأعبره. أحتاج مجدافين كفك هاتها، ودعاء أمي كي أعوم وأعبره. ضيعتهم، لم يبق من كل الكنوز سواك أنت، ومن كمثلك جوهرا. صبي فإن الكاس فيه مرارة، وجعلت في كاسي غرامك سكرا. ما أطول اليوم الذي في غربتي، وهناك عمري كله ما أقصره. الله الله. وهناك عمري كله ما أقصر، فتعكزي مثلي على شطرين من شعري، وهاتي لي عيونك محبرة. ما أكفر الشعر الذي ما مس أركان القلوب وهزها، ما أكفره. ما أكفر الشعر الذي ما مس أركان القلوب وهزها، ما أكفره. فتوضئي من بيت شعر قلته، فالشعر من قلبي أنا ما أطهره. وإذا سكرت فكل ذنبي أنني خمرت عنقود الفؤاد لأعصره. كم عبلة لما امتطيت الشعر قالت لي فديتك عنترا، وأنا الذي كتب القصائد خادما، فغدوت سلطان القصيد وقيصر. قولي فإن القول منك قصيدة، ولكم قطفت الشعر منك لأنثره. كم قال ثغرك يا حبيبي، فانحنى ثغري عليه بقبلتين ليشكره. قلمي وأنت وعطر أمي ما تبقى، والزمان يريدني أن أخسره. أوصيك بالقلم اليتيم وعطر أمي، فاجعلي إن مت قلبك مقبرة. لا فضفوك، لكن لماذا جعلت القلم يتيما بعد رحيلي؟ ليس له إخوة؟ هذا ما تخيلته، قلمي بعد الرحيل أراه يتيما. يعني أنت أب لهذا القلم. هذا كل ما هنالك. وهو ابنك. نعم. هنا ذكرتني ببيت، يعني أنت هنا ترى نفسك أبا للقلم وهو ابنك. وهو ابني، صحيح. ذكرتني في بيت قلت وقالت له امرأة أراك له أبا ولذا يفضله على أبنائه، أي الشعر. ونعود للشعر مرة أخرى، ولكن متحدثين لا ملقين للقصائد، وإن كان ولا شك هناك فسحة من الوقت
الاستماع للمزيد من القصائد والحديث معك. الله يحفظك، حديث جميل صار مستمع. تسلم. حينما نتحدث اليوم عن جسم القصيدة، نرى أن هناك من يغالون فيما يتعلق بفكرة التمسك بالجذور والعودة إلى الأصالة والموروث. ما المانع من تقديم القصيدة العربية العمودية بطريقة فيها من التجديد ما فيها على مستوى الرسم والكتابة لغة، أي الابتعاد عن فكرة الرسم المقطع صدر وعجز؟ ما رأيك بهذا، أم أنت من المتشددين بهذا الموضوع؟ تناقشنا من قبل مع بعض الشعراء، ربما حتى في بعض المنتديات حول هذا الطرح للأمانة يعني. وأنا أرى من خلال تجربتي ربما حتى أن فرد، دعني أسميها فرد البيت بهذا الشكل المتناثر يعني، ليس من خلال شطرين، اليوم ربما أصبح حاجة. لماذا؟ لأننا نحن نكتب للآخر، نريد أن يقرأ. وجمهور الشعر اليوم هو جمهور ولا شك هو جمهور معاصر. الكثير منهم يرى أن الشعر القديم، الشعر العمودي، هو شعر نمطي لا يشده لا يستهويه، وهذا ليس ذنبي أنا كشاعر، هو اليوم مزاج المتلقي. نعم. هو ما يراه الجمهور أو شريحة كبيرة من الجمهور. وعندما، وبين قوسين أضع هذا، عندما نتلاعب نحن بالشطر العمودي، نحن نكتب العمودي ونكتبه بطريقة ربما غير المتخصص في الشعر يظن أنه شعر تفعيلة أو غيره أو نثر، تراه يقبل عليه ويقرأ القصيدة من بدايتها لآخرها. هذه من أساليب الجذب التي تحدثت عنها. هذه أحد الأسباب، ولا أرى أنه يجب أن نكون متعنتين للالتزام بالكتابة الشطرية هذه، لأن في النهاية عبارة عن شكل قصيدة يعني. اليوم كل أشكالنا، كل ما هو حولنا تغير وتبدل، لغة القصيدة، مفرداتها، موسيقى القصيدة، دعني أقول، لأن الموسيقى والإيقاع حتى على نفس البحر قد يختلف، واختلف الكثير أكيد من هذا في قصائدنا الحديثة، فلا لا ضير أن يختلف شكل القصيدة يعني، وهو في النهاية عمودي. نعم، طالما أننا نغرد في فناء الخليل، هذا صحيح، فكل شيء جائز. نعم هذا صحيح، لا أرى فيه أي مشكلة. جميل يعني. جدا، نريد منك نصا جديدا الآن، لأن المخرج يقول لي أوشك الوقت على النفاذ، لذلك نريد قصيدة جديدة، وأتمنى أن يتسع الوقت إلى أخرى إن شاء الله. كوني دائما أكررها، وأنت تعرف هذا، يجب أن أذكر أمي في كل تفضل. في كل مجلس، رحمة الله عليها، تعيش. يا من وردتم سلسبيل قصائدي، هل قد علمتم أن أمي منبعي؟ أمي وما نطق اللسان بمثلها، ما مثل أمي في الخلائق أجمع. وبني أجمل ما سمعت من الورى، لا شيء يشبه يا بني بمسمعي. إن قلت أمي ألف عصفور على ثغري يغرد، قال يا أمي معي. إن قلت أمي فتح الجوري في صدري، وفاح الزيزفون بأضلعي. أمي وضوء يا حروف توضئي من اسمها، وعلى الدفاتر فاركعي. أمي وضوء يا حروف توضئي من اسمها، وعلى الدفاتر فاركعي. يا من رضعت العطر منك، فإن همت عيني شممت العطر منك بأدمعي. ما طعم عيش لا أراك به، وما أماه طعم القول إن لم تسمعي. ما طعم عيش لا أراك به، وما أماه طعم القول إن لم تسمعي. قم نادي أمي يا فؤاد أعد وزد، لا عليك، فقد ألفت توجعي. شوقي لأمي موجع لكنها تبرى بذكر الأم كل مواجعي. شوقي لأمي موجع لكنها تبرى بذكر الأم كل مواجعي. أمي يداها جنتان، أمي يداها جنتان، وحضنها بيتي وأنسي والأمان ومخدعي. أمي الحكاية الغافيات على فمي، أمي الحكاية الغافيات على فمي، هي سر حرف في الشفاه مشعشعي. أمي وضع من بعد أمي نقطة، تم القصيد إذا بأمي مطلع. تم القصيد إذا بأمي مطلع.
وخير تمام. هذا التصوير الدرامي السينمائي، هناك من يعني يعيبون على الشعراء الكتابة بهذه الطريقة، وإن كنت أنا من أنصار هذه الطريقة بالمناسبة، سينمائية الصورة ووضع اللغز في البيت الأول أو في البيت الأخير. نعم. كالصورة التي تفضلت بها أذكر أو أظن في البيت الرابع تتحدث عن العصفور. نعم. يغرد. صحيح. قائلا يا أم. نعم. وأن تختم القصيدة بأنه ضع نقطة انتهت القصيدة إلى هنا. تم نعم. القصيد إذا بأمي مطلعي، دامت مطالعك بهية أستاذ حسين. حبيبنا. الآن نريد أن نتحدث عن فكرة اللغة العربية. كيف يمكن للغة العربية أن تورث صافية للأجيال القادمة بنفس يحببهم بها؟ ربما علي أن أتحدث اليوم كمهاجر، لأن من تركناهم خلفنا في أوطاننا لا شك المدارس تهتم باللغة العربية يعني. نعم. ولا تزال يعني في أي وطن عربي، ولكن أرى أن العبء أو الهم الأكبر هو على من هاجر، واليوم نحن بالملايين ولسنا بالآلاف ولا مئات الآلاف. نعم. من سوريا وغيرها يعني، من اليمن وليبيا وكل بلداننا، هنا تجد العبء الكبير. كنت في هذه السنة، ومن الطريف أن نقول هذا، وهناك من يستمع لنا ويعيش نفس المعاناة، ليس لا. أنا لا أحدث بشيء جديد عليه، ولكن عندما كنت بمفترق طرق، عندي أولاد خمسة، أين أضعهم؟ هنا وأنا في تركيا، في مدرسة عربية، في مدرسة تركية تعلمهم التركية، لأنهم يجب أن يتعايشوا مع هذا المجتمع الجديد. فكان فعلا قرار، هذا القرار صعبا جدا علي أو على حتى والدتهم. وخضنا تجربة وللأسف كانت فاشلة. أنا وضعت أحد أبنائي في الصف الأول في مدرسة تركية، وهذا لا يعمم طبعا، لأن هناك من المدارس التركية لا شك من أعطت وعلمت، ولكن ابني دخل سنة كاملة في الصف الأول وخرج من المدرسة ولا يعرف ولا كلمة. ثم عاد في الصف الثاني وللدعابة والطرافة، مع أنه في الصف الثاني يقول لوالدتي أمي، أنا يعني خلينا نقولها بالعامية تبعنا الديرية، أنه أنا ليش رايح على المدرسة، أكل سندويشتي وأرجع، ما أفهم شيء. فبعد شهرين من بداية هذه السنة أخذته إلى مدرسة عربية. ولكن عودا على سؤالك، وهو متعلق ما تحدث حوله في النهاية. العربية سيدي إن لم تعلمها المدرسة، إن كان هناك مدرسة تعلم العربية، فأنا أشعر أن الحمل الأكبر قد تم، لأن هناك مدرسة ومنهج ومعلم ومدرس. نعم. وهناك واجب وغيره، وطالب يجب أن ينجح فيتعلم عربيته. أما في البيت اليوم، بيوتنا أغلبها اليوم تكاد تخلو حتى من المكتبة. نعم. مكتبة العربية تكاد تخلو، قنوات التلفزة، وهذا أنا أكيد في قناة تلفزيونية يعني نوجه لها التحية، قنوات التلفزة لا شك هناك دور كبير عليهم أيضا أن يهتموا بالبرامج التي تثقف المشاهد، أو حتى لا تثقف بشكل مباشر، الالتزام فقط في البرامج بالفصحى بلغة الفصحى أيضا هو رسالة وحامل لهذه الرسالة بالنهاية للمتلقي للمشاهد. الموضوع نحن كنا في، أنا كنت في الرافدين قبل فترة قصيرة في يوم اللغة العربية. نعم. وكان مخصص صراحة الحديث عن اللغة العربية جميل. والاهتمام بها مسؤولية كبيرة والله. أنا هذا يعني أكاد أتكلم وأنا فعلا أحترق من الداخل، لأن هناك من كلمني شخصيا مثلا من السويد، وهي أخت عزيزة تولول تقول أبنائي ضاع، ولكن ماذا أفعل لها؟ لا، هنا أنا والآخر دخلوا مدارس سويدية ويتعلموا بالسويدي وانتهت العربية عندهم، وتقول أحاول وأحاول معهم، ولكني ليس عندي الأدوات، ليس كل أب وأم يستطيع أن يعلم اللغة العربية الفصحى. ولكن أنا كانت نصيحتي فقط يا نحوي قصص روايات، نوجههم إلى قنوات معينة، إلى صفحات على الفيسبوك، إلى برامج ربما حتى يوتيوب. لابد أقل شيء أن يشعروا باهتمامنا نحن الآباء. نعم. بهذه اللغة العظيمة. بلا شك أن المعنيين في علاج مثل هذه الأمور لن يعدموا الوسائل، ومثل هذا الموضوع يحتاج بعض المؤتمرات والورش والمشاريع التثقيفية بعيدة المدى ومتوسطة المدى من أجل علاج هذه المشكلة. يحتاج الجهات المتخصصة، مهرجان الشعر العربي، أحسن. والجمعية الدولية الشعر العرب وغير الجمعية طبعا، هذه الأنشطة الثقافية. نعم. التي تقام في بلاد المهجر، وهناك من أقام مثيلها في ألمانيا وحتى في السويد نفسها، هذا شيء فعلا له قيمة كبيرة. ولأن الشعر فيه القيمة الأكبر، نريد أن نختم بقصيدة تحبها ويسعدك أن تكون مسكا للختام. يعني ألطف بقصيدة غزلية قصيرة. تفضل. تتلائم ربما مع ما تبقى من الوقت. وليكن.
أمطرتها 70 نظرة عاشق حتى نما في الوجنتين ربيع فتلعثمت منها الجفون وتمتمت من للعيون إلى العيون شفيع. يا سيدي يا سيدي أمسك يدي فإنني بفضاء عينك إن نظرت أضيع رفقا رفقا فقلبك شاب في درب الهوى وأنا فؤادي في الغرام رضيع. رفقا فقلبك شاب في درب الهوى وأنا فؤادي في الغرام رضيع فضممتها ضم الغمامة إن حوت بدر الدجى ما كان في ضلوع. فاستعطفتني أن أطيل عناقها وأنا لغنج الفاتنات مطيع. الله الله. وتجمع العشاق قلت تفرقوا البدر لي يكفي سواي شموع. فتبسمت شار فقلت بمهجتي قالت بها روحي إليك أبيع. ما فست يا رامي اللحاض وإنما فاز الذي باللحظ منك صريع. ما فزت يا رامي اللحاض وإنما فاز الذي باللحظ منك صريع. هذا هو صراع الحياة وليس صراع الموت. نعم. وإنما نعم. هو أوجد نفسه هو صراع حياة حينما أحب. هذا المراد. رسالتك من أجل المحبة لسوريا أولا ماذا تقول؟ والله أقول أن عندما يراجع الإنسان نفسه ويجند نفسه جنديا في هذه الرسالة سيجد أن في داخله ومن حوله الكثير ليفعلهم، ولكن وللأسف هناك شريحة قلت أو كثرت ممن يهمل حتى ذاته ولا ينظر في إمكانياته في نفسه، ينتظر من الآخر الكثير. وأنا أقول انظر إلى نفسك، طور أدواتك. نعم. انظر إلى ما فيك من إمكانيات وقدرات وانطلق. كل واحد منا هو جندي في سبيل هذا الوطن. وباختصار شديد رسالة محبة إلى جميع الشعراء ماذا تقول؟ إن كنا رسل الآخر يجب أن نكون قدوة فيهم. أشكرك أستاذ حسين العبد الله على هذه الإشراقة الجديدة من خلال بيت القصيد، وأتمنى لمثل هذه اللقاءات العذبة أن تتكرر بإذن الله الكريم. الشكر مجددا لك ولقناة الرافدين، والتحية لكل من استمع أو سيستمع لنا إن شاء الله. شكرا جزيلا مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا المساء الجميل بصحبتكم وبإطلالة ضيفنا. الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم وحلقة جديدة من برنامج بيت القصيد، وحتى ذلك الموعد لكم مني أطيب التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.